مدام تشربي شيء؟ لا شكرا، بس اذا في كاسه مي لو سمحتي. هي تكرم عينك. شكرا كثير. لك جرسوني درت الدنيا كلها ولفيت شفت اشكال والوان وبالاخير ما بتتزوج الا جرسوني؟ لك انا بدي اصير حماتها للخدامه، كنتي خدامه؟ يا امي شو في له داعي هذا الحكي هلا؟ بعدين البنت مهنتها ما بتعيبها. انا بالنسبه لي المهم عندي هو الاخلاق. هيك بدك تقول لي يا استاذ الاخلاق؟ اي ماما هيك بدي اقول لك. بعدين من بعد اذنك في مجال بس شوي توطي صوتك. ليش حبيبي؟ خايف على مشاعر الخانوم؟ خايف على احاسيسها؟ لو عنده ذره احساس ما كانت بتتجوز مثل الحرميه، والله اعلم. ليش شري؟ تفضل فايته بكل وقاحه بدون ما تدق الباب وبدون ما تستاذن حتى. بجوز يعني يكون ببيتهم ما في بواب. طولي بالك امي شوي. ورد تركنا انا والخاله لو سمحت. ليش يا عيون الخاله؟ بدك تضحكي علي مثل ما ضحكتي على وحيدي؟ يا ماما كرمال الله خلص. لا مو خلص. طلعي برات الغرفه وبرات البيت كمان يلا. مثل ما بدك بصير. بس اول خلينا نحكي انا وياكي شوي لو سمحتي. وبتطلعي بعدها؟ ايه. شرفي تفضلي احكي. ورد اذا بتريد لو سمحت اتركنا.